السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدره، راضية بقضائه، مولغة بذكرك ودعائي، محبة لصفوة أوليائي، محبوبة في أرضك وسمائي، صابرة على نزول بلائي، شاكرة لفواضل نمائي، ذاكرة لسوابغ آلائي، مشتاقة إلى فرحة لقائي، متزودة للتقوى ليوم جزائي، مستنة بسنن أوليائي، مفارقة لأخلاق أعدائي، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك واجهة، وسبل الراغبين إليك شارقة، وأغلاق القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فاتحة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، والإغاثة لمن استغاث بك موجودة، والإعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وذلل من استقامك مقالا، وأغمال العاملين لديك محفوظا، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا، وعوائد المزيد إليهم واصلا، وذنوب المستغفرين مغفورا، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين مقدرة، ومناهل الضمار مترغة. اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، و
واجمع بيني وبينه نهائي بخطي محمد وغني وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. إنك يا ولي نغمائي ومنتهى هداي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي، أنت إلهنا وسيدنا ومولانا، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأتعظ كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. صل على محمد وآل محمد.